عايز ابدا خبر سوبر نيوز بخبر بالنسبه لي انا شخصيا مهم جدا، لان انا الحقيقه كنت عملت حمله ضخمه جدا على قصه عقد اديداس من سنه. الكلام ده في برامج اخرى حتى في قنوات اخرى، واستكملت هذه الحمله هنا في قناه الشعب، وقلت يا جماعه انا ما ينفعش شركه اديداس اللي المفترض ان هي ترعى مهرجان لتهويد القدس ومصر عليه، واتخذ قرار في مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب يمنع اي تعامل مع شركة أديداس. لكن للأسف احنا بناخد قرارات على مستوى الدول العربية، لكن النزعة الوطنية العربية القومية اللي عندنا ما بتتحركش للأسف. وزير الدولة شؤون الرياضة والذي بدأ في تسويق شقيقه في لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي القادم. جه وقتها عرض من الأهلي وكابتن يعني كان رأيي ان محمد صلاح يستحق، بدأ لعيب في الدوري العام وهو 16 سنة واقل من 16 سنة، فقدامه فترة خد خبرات كبيرة، فأوروبا هتكون تستقبله بشكل كويس. طاهر أبو زيد المرشح الرئاسي بالنادي الأهلي أكد أنه سيقود الانتخابات مع أي أحد سواء تم تعديل لائحة الثماني سنوات من عدمه، مؤكدا ايضا ومشيرا انه سيقود الانتخابات حتى لو خاض محمود الخطيب نفس هذه الانتخابات على مقعد الرئاسه. تكون في جلسه يوم الخميس القادم لقائمه المستشار مرتضى منصور اللي هيقود بها انتخابات نادي الزمالك القادمه، وعايز اقول لحضراتكم ان في اسماء هتبقى موجودة في هذه الجلسة. مصدر مقرب من مرتضى منصور قال إن الجلسة ستشهد حضور أفراد القائمة المرشحين لخوض الانتخابات، منهم كابتن أحمد رفعت، المستشار سامر أبو الخير، أيمن يونس. مهما كانت السلبيات اللي موجودة فيه ومهما كانت المشاكل موجودة، لكن إيجابيته إن النشاط يستمر ويعاد تاني، كان يعني الرمق الأخير لهذه الأندية ولعودة الحياة لكرة القدم، وكانت ممكن تتأخر سنين ما كانش حد كان يجرؤ ياخد القرار. لما نفتح كده المواقع ونشوف الأخبار إن اتحاد الكرة غدا سيوقع عقد أديداس، وتلاقي على الجانب الآخر في المواقع العربية مارادونا بيشارك في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص. احنا على في البرامج كلمنا كتير ونشدنا كتير، لكن الحقيقة سيادة الوزير فور ما تحدثنا معه وناشدناه في أيام أو ساعات أو أيام قليلة جدا دعانا للحضور، وأنا يعني كنت حريص أبقى موجود، أنا واحد منكم بعتبر نفسي واحد وصاحب قضية زيكم بالظبط، وكأننا احنا نشلنا النشان الصائب للدكتور أسامة ياسين، هو كان النشان الصائب بالنسبة لنا عشان انتوا بس قلوبكم طيبة ونيتكم كلها خير. هل ممكن اتحاد الكره المصري يجي مثلا السنه الجايه يقول لك لا الاسماعيلي مش هيشارك والاتحاد مش هيشارك والمصري مش مثلا يعني عشان معهمش رخص الدوري المحترفين، هل يحق لي ان يتخذ قرارات قويه زي دي؟ من حق الاتحاد الاهلي انه يضع هذه الضوابط زي اتحاد الكره المصري. ولكن المشكله عندنا حسب ما بسمع من الناس اللي بتتكلم اللي شغاله في الموضوع هو المغالاه في التطبيق. كابتن محمود الشامي اللي ماسك ملف الجماهير او ملف الروابط الجماهيريه بيحاول يوسط الازهر الشريف، طبعا علماء الازهر الشريف، ان هم يكونوا حمامه السلام للتصالح او للمصالحه بين جماهير النادي الاهلي وجماهير بورسعيد علشان الموسم القادم. قرعه انديه افريقيا، بطولتي انديه افريقيا، دوري ابطال افريقيا وايضا الكونفدراليه الافريقيه. فعايز اقول لحضراتكم ان مجموعه الاهلي والزمالك هي الاصعب، اصعب المجموعه الثانيه الحقيقه بكتير. مجموعه الاهلي فيها الزمالك، يعني الاهلي والزمالك الاثنين طبعا فريقين كبار جدا على مستوى القاره الافريقيه وعلى المستوى المحلي. على القرعه طبعا احنا يعني متوقعين ان نقع في اي مجموعه. كل الفرق فرق محترمه بنعمل لها الف حساب. الناس كانت متوقعه كتير ان الزمالك هيقع مع النادي الاهلي. مجموعه في منتهى القوه، والمجموعه صعوبتها مش في نادي الزمالك بس، كمان في الفرقتين اللي موجودين، لان بالتاكيد بطل الكونفدراليه ده عنده روح البطوله وعنده مقامات البطوله. المفروض ما اتكلمش على اي حد في نادي الزمالك، بس انا الكلام وجعنا والله. وكنت مضطر طبعا. الكلام وجعنا والله يا استاذ محمد، يعني وخاصه الفنيات. تمام.
يعني كل مصر بيتكلموا ان صبري المنياوي وجهازه عملوا حاجة بعد رحيل 10 لاعبين كبيرة جدا، مظبوط، ما عدا الاداره هي اللي مش شايفه ده. اظن ان سكولاري مجيئه لتدريب المنتخب البرازيلي هو اللي كان مشبوه، مش استبعاد رونالدينيو هو لانه مستوى كان مشبوه. كمل يا مدحت. هنيجي نعمل كده؟ هل مصر النهارده مستعده ان مظاهرات تجوبها علشان افندي يراهق؟ المراهق؟ صعب كده. يعني ممكن يتخفى ويقف قدام مدرسة ثانوي مثلا. المجلس ده أقل ما يوصف به أنه مجلس نظيف، مجلس نظيف اليد فقط. لا مش فقط لكن أنا قلت شوية حاجات أخرى. فيرجسون قرر أنه يتنحى عن منصبه بعد 26 سنة من الأمجاد والإنجازات مع نادي مانشستر يونايتد. احنا هنستعرض بطولات سير أليكس فيرجسون، وطبعا بطولات كتير، فصعب ان احنا نستعرضها في حلقة واحدة او في فقرة واحدة.